إذن في هذه اللحظات دخول لاعبي فريق المغرب التطواني وكذلك النادي المكنسي لأرضية ملعب سرية الرمل. نذكروا بأن فريق المغرب التطواني يلعب باللون الأحمر والأزرق والأبيض، بينما يلعب فريق النادي المكنسي باللون السماوي الفاتح إلى جانب اللون الأحمر. وفي هذه اللحظات يتم رفع تيفو ترودي من طرف أنصار فريق المغرب التطواني. من بعض اللحظات كنا متابعين القنفرات، هذا هو التيفو الذي تم رفعه من طرف جماهير فريق المغرب التطواني، والذي يعبر عن اولتراس لوس ماتادوريس. وتبدأ هزيج الفندق المورطي كتابعوا معنا متابعينا الكرام. هذه الأجواء الحماسية، وهكذا عودتنا جماهير الروخي بلانكو، فأن تكون تطوانيا لعله أن تشجع حتى آخر الأنفاس، أن تكون تطوانيا يعني أن تدخل إلى مدرجات ملعب سانية ترمن قبل بداية المقابلة بساعتين أو ساعة ونصف، فأن تكون تطوانيا فأن تنتقل مع فريقك، سواء كان أن يحصد يعني نتائج إيجابية أم نتائج سلبية، أن تصول وتجول معه في جميع المحطات. هكذا هي الأجواء في مدينة تطوان، كيف كتابعوا معنا متابعينا الكرام على قناة تغطي قناة الشعب. دائما عودناكم أننا نقل كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذه المقابلات التي تلعب هنا في مدينة تطوان وبباقي ملاعب المملكة. إذن الأجواء حماسية جدا هنا في ملعب سانية ترمل، وجماهير فريق الروخي بلانكو ترسم لوحات جميلة جدا والكل مستمتع. إذن بداية اللقاء، الكرة عند فريق الكوديما النادي المكنسي، كرة طويلة في اتجاه دفاعات فريق المغرب التطواني، تدخل الشيخي لاعب فريق المغرب التطواني، تنتقل الكرة عند اللاعب، كرة في وسط الميدان عند لاعب فريق المغرب التطواني لبناء الهجمة. اليوم غادي يستمتعوا هجمة والكرة تخرج ركنية لفائدة فريق المغرب التطواني. إذن بداية فريق المغرب التطواني يحاول الضغط على المرمى. إذن هذه الأجواء متابعينا الكرام، وبداية الأهازيج لدعم الفريق وتشجيعه من أجل أنه يشجع الأولى الكرة، والحارس يتدخل. الكرة لا زالت عند لاعبي فريق المغرب التطواني. إذن ضربة خطأ لأحد لاعبي فريق المغرب التطواني. والأجواء تبدو حماسية هنا في مدينة تطوان بالحمامة البيضاء. قبل قليل كان انسلال احد لاعبي فريق النادي المكنسي، وتدخل المدافع الشيخي الذي انقذ الموقف في اخر لحظه.
لا زالت التشجيعات متواصلة ولا زال فريق المغرب التطواني يحاول الضغط على دفاع فريق القديم بحثا عن ارتكاب أي خطأ لاستغلاله. كرة خطيرة وفي يد الحارس. إذن هذه الأجواء كيف كتشاهدوا كيف كتتابعوا معنا متابعينا الكرام في انتظار أنا ملعب ثانية من في مدينة إذن متابعينا الكرام ذكروا بأن الأولتراس لوس ماتادوريس فهي تحتفل بالذكرى 19 على التأسيس ديالها، يعني ابتداء من سنة 2005 إلى حدود اليوم 19 سنة من التشجيع، 19 سنة من تأتيت الملاعب ومن إعادة الدفء لمدرجة سواء هنا بمدينة تطوان أو كذلك بمختلف الملاعب الوطنية وكذلك حتى خارج أرض الوطن. يعني المشاركة الإفريقية ديال فريق المغرب التطواني وكذلك المشاركة في المونديالتو بالعاصمة الرباط ضد فريق أوكلاند سيتي. Oh,